يبذلوا كل أمورهم. شكرا لك على هذه المداخلة، وطبعا على سلامة إن شاء الله لريم، ومبروك نيو بيبي. وإليو بدي أرجع لك اليوم اللي كان عم بيسألك إياه فراس، كنت عم تسأله عن الشارع قبل ما نكمل شوي مع وسام. هيدي الشوارع اللي بتلاقيها اليوم أو هي اللي عم تحتل يعني المشهد، بوقت الساحات عم تفضى، ساحة رياض الصرح، ساحة الشهداء، ساحة كفر رمان، كل الساحة. رح أطلب منك طلب بنيع هيدا الفيديو. انسى شو صار بالساحات قبل 17 تشرين وبعد 17 تشرين، تغير كل شيء، صار في عملة جديدة اسمها عملة الثورة. بدي خبرك شو هي. كيف يعني؟ هيدا الفيديو، رح أعطيك إكزامبل، هيدا الفيديو تيتنفذ اللي عملته هلا بكلف بحدود 35 ل 40 ألف دولار. وكثير عالم سألوني مين مولك؟ هيدا كنت بدي ارجع اسألك اياه عن التمويل. فعلا، لأنه كل الكرو كلاس A، الإضاءة كلاس A، حتى مبين بالتنفيذ كل شيء كلاس A، أوكي؟ على مستوى عالي. هيدا الفيديو بتعرف قد ايه مكلف؟ قد ايه؟ 50 ألف ليرة، يمكن نتفة مي، عزنا نجيب مي من المي. كله كان كيف تا؟ لا خبري كيف تا؟ لقط تليفون، دقيت لجاما انجينيرنج اللي بصور معهم دعايات، قلت له انتوني بدي اصور للثوره باول فيديو. قال لي كارت بلانش للثوره، كارت بلانش. هو كرت الاضاءه دي او بي، يعني مش ممولين من سفرات مثل ما عم ينقال. اضاءه دي او بي مجبور اذكرهم لانه عن جد اكيد اضاءه دي او بي، كولورينج دي مجعجع، جايال في سين اديتنج. هيدا الفيديو بيتزانيني قدم لنا اكل، مسعد اكسبرس قدم لنا اكل، مقام قدم لنا الميوزيوم، اصحابي كلهم قدموا شغلهم، جوزيف بولوس، الي زينون، فيد مان قدموا شغلهم ومن قلبهم، قدموا شغلهم ومن قلبهم وتعب، والولاد اللي اجوا سهروا معنا كل الليل واحترق سلافهم. وسام بريدي قتل حاله اجى اشتغل معنا. وسام بريدي لحاله بدك تجيبيه على دعايه، ده بكلفك كشخصيه، قدم حاله ما في بروبلم. المعدات اللي بنجيبه بكلفه بنهار 5000 دولار، قدموا لنا اياه هون اللي بدك اياه ببلاش. هيدي هي اللي عم بقول لك عنها عمله الثوره. هي العمله الطبيعيه اللي هي الدولار بتكلفك 50000 دولار، بس بعمله الثوره بتكلفك كلمه، انا عم بعمل للثوره، تاخذ اللي بدك اياه. يعني هيدا عم تقول للناس انه في ناس عن جد مستعده لهالبلد بتاعتي وتضحي. غير الفيديو تبعي العالم كنا ننطر كريسمس ليشوفوا العالم اللي عايزين مساعده لنساعدهم. انا هلا على الجروب تبعي في ناس تاركه شغله بس عم تشوف كيف تلاقي طريقه يجمعوا مصاري. نحن في كثير مبادرات مثل ما عم تقول مضبوط، عم بتهن ناس عم يتطوعوا يامنوا مساعدات. انا على الجروب تبعي في شي 10 بنات تركين شغلهم بس ليشوفوا كيف بدهم يساعدوا بعض العالم، وانتبه عم بيقدروا. يعني في بنت اللي حرقوا لها سيارتها، ثاني نهار جابوا لها سياره ثانيه، لجمعوا من بعض العالم دولار و10 دولار و5 دولار اشتروا سياره. باصعب فتره اقتصاديه لبنان اغنى بلد، باصعب فتره حتى الناس اقتصاديه اللي انا دائما بشكرهم هن فعلا المغتربين برا. لبنانيين في الخارج عم بيصير مبادرات كثير حلوه، يعني انا في ناس بعرفهم بدبي هلا عم بجمعوا هدايا وعم بيبعتون مع الناس اللبنانيين اللي هلا جايين على العيد حتى يوفروا، بيقولوا لنا نحن بندفع لكم حق شنطه نزلون واعطوا عالم محتاجه. يعني في كثير شغل عم بيصير هيك تطوع. ناس انتبهي، مش انه ناس مدعومه من حدا، لا لا، شخص هو بده يساعد العالم اللبنانيه منه لحاله. يعني انا حكيت شخص من لوس انجلوس اسمه عمر، قال لي نحن بدنا نجيب، ما بعرفه زلمه ما بعرفه، حكينا قال لي اذا فيك تساعدنا نعمل شير لانه بدنا نجيب حليب واكل واخبار للعالم. انت انا عملت شير بين بعضهم 30 ألف دولار جمعون بجمعة بطعموا 40 ألف عائلة. إنه العالم عن جد فعلا العالم كله العالم دغري عم بتضبع بعض، ما في محتاج، لأنه حست الناس حالها إلي وإنها متروكة. إنه كل السلطة كأنه يعني صارت السلطة تآمرت على الشعب بهالقد المشهد، يعني صار في تكافل اجتماعي بين الناس. صار في هذا السؤال، شي مرة شفت حدا سأل إذا هيدا الشخص اللي عايز شو دينه؟ لا أكيد لا. ليه؟ اكزاكتلي. سو ليه بعدنا عم نقول انه الطائفيه يعني ما استفزت مسائيه ومش مسائيه وحسان دياب اخذ كم صوت؟ عم ينعمل رده فعل، عم بحاول السلطه تجمع تشتغل، واذا ما اذا ما اشتغل بنحاسبه. هلا مثل ما قلت لك في صار في عمله الثوره، كمان كيف وقت كنا صغار كانوا يخوفونا بالبعبع، هلا صاروا يخوفون بالثوره. صح، في زلمه راح على البنك بده ياخذ مصاري، حضرتنا الفيديو كلنا مزبوط، بده يجيب لكم صور، فقعتوا مصرياته. يعني صار في قوه بين ايدينا، صار وقت نستخدمها ونحاسب.
هلا المخرج قال لي خلص الوقت، يا بتاخذي بريك يا بنجيب لك الزوار. انا بدي اشكرك اليو كثير. شكرا ويعطيك الف عافيه، وان شاء الله تضل طول الثوره وتنجز وتضلك انت كمان تحفنا بفيديوز هالقد حلوين ان شاء الله. وشاركون هذا الفيديو، كل فيديو عم بعمله عم بيسيب العالم مزبوط، عم بدق بقلوبهم ويخلي هالشعله. هيدا الفيديو انا بقول لهم للجديد بيصلح هلا من ضمن هيك الكليبس اللي عم نحطهم كثير. انا ما عندي مشكله حدا حكاني بعطيهم الاتش دي بتحطوه عندكم على التلفزيون ما في بروبلم. فور فري هي عملت الثوره، عملت الثوره بينتها. شكرا لك اليو شايب ويعطيك الف عافيه، واكيد شكرا لوسام بريدي. برجع بقول فاصل ونتابع. شكرا.